بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ريهام معاكم من قناة فيرست اونلاين. طبعا زي ما انتم عارفين كل يوم بنزل لكم منتجات جديدة مختلفة. النهاردة وصل لي منتج جميل جدا ومختلف ومميز زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، وهو منتج طقم شوربة حلو جدا صيني، كمان توزيع زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طقم صيني جميل جدا وحلو قوي للبنات والسيدات والعرايس والسيدات اللي حابين يغيروا مثلا في المطبخ. الطقم ده جميل جدا وسعره كويس قوي وحلو جدا ومناسب. تعالوا نشوف معانا شكل الطقم ده من الداخل. طبعا الطقم ده مكون من حمالة خشب زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، دي اللي هتحمل معاك الحلة. جميلة جدا كويسة جدا، طبعا تركيبتها سهلة زي ما انتم شايفين. وده معانا الغطاء اللي هتغطي بيها الحله. طبعا لو حابه، لو عامله فيها اي حاجه او شوربه او اي عامله فيها طبخه فيها اي حاجه، تقدري تغطيها معانا بالشكل ده كده، هتحافظ معاكي على درجه حراره الاكل وسخونه الاكل. ودي ميزتها زي ما انتم شايفين معانا، ده طقم صيني حلو قوي بالشكل ده كده. طبعا بطقم الشوربه بتاعه مكون معانا من 6 طباسي شوربه زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده كده. طبعا معانا مغرفة كبيرة، الطقم ده ميزته ان هو معاه مغرفة كبيرة تقدري تغرفي بيها الطباس الشوربة زي ما انتم شايفين معانا كده. وكل معانا طبسية فيها معلقة، لها معلقة تقدري تشربي بيها الشوربة، جميلة جدا وحلوة قوي. تقدري كمان تستخدميها للضيوف، لو عندك ضيوف في البيت هيبقى شكله شيك وحلو قوي، وكمان مظهره جذاب وكمان سهل جدا وعامل في الاستخدام. طبعا دي خشب معانا عشان لما تقدري تركبيه وتركبي عليه طباسي الشوربه وكمان الحله، حلوه جدا وجميله جدا وكمان عمليه الموضوع الخشب ده. وكمان معاه مسامير عشان تقدري تركبيها بكل سهوله وتجمدي عليها وتقفلي عليها بالشكل ده كده. دي معانا شكل الحماله الخشب زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده كده. دي اللي هتحط، دي اللي هتشيل كل حاجة، هتشيل معانا الحلة وطباس الشوربة، جميلة جدا وحلوة قوي. والخشب ده متين وجودته عالية زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده كده. طبعا معانا الطباسي زي ما انتم شايفين معانا كده، او بولة، في ناس بيسموها طباسي وفي ناس بيسموها بولة، جميلة جدا وشيك قوي. طبعا الطقم ده معانا فيه جميع الالوان، لون الكشمير ده طبعا موضة وحلو قوي وكمان شيك جدا. لو تقدري تحطيه على السفرة تحطيه في المطبخ حلو قوي. الطقم عبارة عن 6 طباسي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، صيني حلو قوي زي ما انتم شايفين معانا، وكمان بيستحمل وجميل جدا وشيك وسهل جدا في الاستخدام وعمله بسيط جدا وحلو قوي ومناسب للعرايس والسيدات. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هو معاه طقم خشب، تركيبته التركيبه بتاعته الحمولة بتاعته خشب عشان يشيلوا معانا بالشكل ده. طبعا لما تركبي معانا حمالة الخشب يبقى معاكي بالشكل ده، وتقدري تحطيهم عندك في المطبخ او في على السفره مثلا لو عندك ضيوف. طبعا لو حطيتيه في المطبخ مش هياخد منك مساحه او هياخد منك اي حاجه، هيبقى شكله جميل جدا وشيك، وتقدري تغسليه وتنضفيه بشكل سهوله جدا. طبعا ده مهم جدا للسيدات والعرايس اللي لسه بيجهزوا جداد زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا لو في اي استفسار او في اي حاجه تقدروا تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو واحنا نتواصل معاكم، او تتواصلوا معانا على الرقم ده 010-992-8947. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عندنا شحن داخل وخارج مصر وكل المحافظات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وشكرا جدا لحضراتكم، واتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.